والله الجنتل معاونينه في المطبخ. ابو لم هم حق جنتل. ممكن اتكلم استاذ علي؟ ممكن. عزوز فيك عزوز فيك فيك عزوز. امس الصبح رد بارد وطلعت بالهواء الظاهر ينفحت صدري ما ادري. اعوذ بالله. صدرك بس ولا مزكم؟ صدري وصدري. انت الظاهر طيب ان شاء الله. الظاهر ما لحقت على علاج جدتي. وش علاج جدتك؟ علاج. وش؟ ما اعطيها للبزنسيه. اعطني بس ان شاء الله بجيب لك. بيض الله وجهك. وجهك فيني خير. الله يطول عمرك ويخليك. عمرك يا هلا. واصل. طبخه ممتازه مثل دخليتك امس. لبيه؟ دخليتي امس الساعه 3. طيب فكره الدخليه امس. ايه. منك؟ من راسك جت ولا؟ اي والله من راسي. شوف صح انها مكرره، انا اشوف انها مكرره وانه يعني شيء قد صار، لكن هنا عندنا بس حلوه والله حلوه على الشاشه. شوف احنا عندنا هنا بجنت ليش؟ اغلب الدخوليات اللي صارت سيارات خيول رسميه اكثر. امس اعتمدت اني اخليها تكون بسيطه وبفعاليه وبريالتي ضحك. والله حلو. قلت ان اخر جنتل وابي اكسر الروتين عن اخوياي كلهم بغض النظر، لازم ينكسر الروتين. بس عز الله انها طلعت حلو بالشاشه وانبسطنا والله حنا خلف الشاشه نتابع. والله الحلو عيونك اللي شافتها. اي حظ. الله يطول عمرك والله يا ابو العز. خليك امين. واصل ابو العز. ما في شغل. قطعتك انا. طيب عطوا لي اتصال يا شباب. قطعتك شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. أي